السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درس اليوم إن شاء الله الجذور المربعة. أول حاجة نعرف التعريف، شنو هما الجذور المربعة؟ أ عدد حقيقي موجب، العدد ب الذي مربعه أ يسمى الجذر المربع للعدد أ، ونرمز له بالرمز جذر مربع أ، بحيث ب أس اثنان يساوي أ، أي جذر مربع أ يساوي ب. كيفاش غنفهمو هادشي؟ ندير أمثلة أمثلة. جذر مربع تسعة يساوي جذر مربع تلاتة في تلاتة يساوي جذر مربع تلاتة أس اثنان يساوي تلاتة. مثال آخر، جذر مربع تسعة وأربعون يساوي جذر مربع سبعة في سبعة يساوي جذر مربع سبعة أس اثنان يساوي سبعة. جذر مربع واحد على ستة عشر يساوي جذر مربع واحد على أربعة في واحد على أربعة يساوي جذر مربع واحد على أربعة اثنان يساوي جذر مربع واحد يساوي واحد على أربعة. مثلا عندنا جذر مربع تلاتة وجذر مربع خمسة وجذر مربع سبعة، هادو ما عندهمش عدد مضبوط، يعني كيبقاو ملي كنبسطو مثلا شي تمرين بسيط كيبقى جذر مربع تلاتة هو جذر مربع تلاتة، وكذلك خمسة وسبعة، يعني ممكنش لينا غادي نديرو الجذر المربع ديالهم هو واحد العدد اللي هو غير مضبوط، لذلك كنخلوه على حاله. عاد كاين ملاحظة أخرى، أن جذر مربع صفر كيساوي صفر، و جذر مربع واحد كيساوي واحد. إذا كان أ عددا حقيقيا موجبا فإن جذر مربع أ أس اثنان يساوي أ. إذا كان أ عددا حقيقيا موجبا فإن جذر مربع أ الكل أس اثنان يساوي أ. ناخذ مثال بالنسبة لأ، أس اثنان يساوي أ، جذر مربع واحد وثمانون يساوي جذر مربع تسعة في تسعة يساوي جذر مربع تسعة أس اثنان يساوي تسعة أس اثنان هنا. ومثال آخر، جذر مربع خمسة وعشرون يساوي جذر مربع خمسة في خمسة يساوي خمسة، جذر مربع خمسة أس اثنان يساوي خمسة. بالنسبة ناخذ مثال بالنسبة لجذر مربع أ الكل أس اثنان يساوي أ، ناخذ نفس الأمثلة. مثلا جذر مربع تسعة الكل أس اثنان يساوي تسعة، جذر مربع خمسة الكل أس اثنان يساوي خمسة. ملاحظة، جذر مربع أ في جذر مربع ب يساوي جذر مربع أ في ب، وجذر مربع أ على جذر مربع ب يساوي جذر مربع أ على ب. ناخذ مثال، أ يساوي جذر مربع اثنان على تسعة في جذر مربع ثمانية عشر على ستة في جذر مربع اثنان على ثلاثة يساوي جذر مربع اثنان في جذر مربع ثمانية عشر في جذر مربع اثنان على جذر مربع تسعة في جذر مربع ستة في جذر مربع ثلاثة يساوي
جذر مربع 2 في جذر مربع 9 في جذر مربع 2 في جذر مربع 2. الو جذر مربع 3 اس 2 في جذر مربع 2 في 3 في جذر مربع 3 يساوي جذر مربع 2 اس 2 يعني 2 في 2 في جذر مربع 3 اس 2 في جذر مربع 2 على 3 في جذر مربع 2 في جذر مربع 3 عندنا هنا جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هو في جذر مربع 3 اس 2 كيساوي جذر مربع 2 اس 2 هي 2 جذر في جذر مربع 3 اس 3 هي 3 في جذر مربع 2 على جذر مربع في 3 في 3 ان هذا جذر مربع 3 اس 2 كتبقى لنا 3 هي 3 في 3 3 في 3 في جذر مربع 2 هنا نختزلو بي تلاتة و جذر مربع 2 يبقى كتساوي لنا 2 على 3